اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم كنقدموا لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. النساء عبر العالم كيحتفلوا باليوم العالمي للمراه، الى ان طقوس الاحتفال واجواءه كتختلف من بلد لاخر حسب درجه التزام الدول ومدى احترامها لحقوق النساء ضمن القوانين المسطره والاعراف المتوافق حولها. اليوم العالمي للمراه كتعتبر مناسبه لابراز الصوره المثاليه للمراه المغربيه اللي انخرطت بشكل فعال في التنميه السوسيو اقتصاديه واشعارها بالمكتسبات الكبرى اللي حققتها على الصعيد السياسي والاقتصادي الاجتماعي والرياضي. علاش كنحتفلوا بالمراه؟ سؤال طرحنا على بعض النساء، نتوقفوا مع الاجابات وراجعين لكم. العيد ديالها عادي نحتفلوا به، بان خصنا نعطيوها هي المكانه ديالها واحد النهار في العام. النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها، كيقول لك امك 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 ثم ابوك، فعلاش حنايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعطاها هاد القيمه وحنا بالعكس خاصنا نحتفلوا بها يوميا ماشي غير، لان هي اساس المجتمع، لان كل ما كانش المراه ما غيكونش الراجل، يعني المراه هي الاساس ديال كل شيء، هي الطرب، يعني المراه اساس المجتمع. هذه راه من العاده ديالنا هنا في المغرب، ضروري المراه اي حاجه راه عندها فيها الحق. وفي خبر اليوم غادي نتوقفوا مع النساء في مختلف المجالات، غادي نبداوها بالمجال الحقوقية، بحيث كشفت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن الحركة النسائية والحقوقية حققت العديد من المكاسب انطلاقا من إلغاء عدد من المذكرات الوزارية والقوانين المهينة للمرأة في مسألة الجنسية وجواز السفر وفي مدونة الأسرة وغيرها. نستمعوا لها وراجعين لكم. حقوق المرأة يعني ماشي في مستوى التزامات المغرب، وماشي في مستوى المطلوب، وماشي في مستوى المطالب ديال الحركة النسائية والحركة الحقوقية. كنعرفوا بأن المغرب تصنف من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي في العشر دول الأخيرة في مجال يعني ديال المساواة في الفرص بين النساء والرجال. كنعرفوا أيضا بأن المغرب مصنف من الدول التي لا توفر شروط العيش، يعني لا تتمنى النساء العيش فيها، من ضمن الدول هكا سمت هذيك الدراسه اللي دارت، من ضمن الدول يعني في الحضيض ديال الترتيب ديال الدول اللي النساء كيتمنوا يعيشوا فيها، لان فعلا كاين العنف الكثير، يعني حتى الدراسه الرسميه ديال الدوله اللي صدرتها هذه خمس سنوات واللي كتبين، واول دراسه واخر دراسه في عيد مئات اللي في هذا المجال كتبين بان ثلثي النساء في المغرب معرضه للعنف ما بين 14 و64 سنه. كاين ايضا تشغيل الطفلات اللي مازال منتشر، كاين العمل في البيوت اللي ما معترفاش به الدوله، واللي النساء هما اللي كيشتغلوا في المنازل بشكل اكبر. على مستوى اخر، الاحصائيات الرسميه الخاصه كتاكد ارتفاع نسبه النساء المعيلات في الاسر المغربيه، الشيء اللي كيدفع الى رد الاعتبار لها، خصوصا ان الاوضاع ما كتساعدهاش على الظهور والترافع، والشيء اللي اكدته امينه ماء العينين نائبه البرلمانيه عن حزب العداله والتنميه في اتصال مع شوف تي في. انا اولا بمناسبه هذا اليوم العالمي للمراه بغيت نحيي النساء المغربيات كلهم، خاصه منهم النساء اللي كيناضلوا في ظروف صعبه. اليوم الاحصائيات الرسميه تقول بان نسبه النساء المعيلات للاسر المغربيه في تزايد مستمر، الاسهام ديال النساء في الناتج الداخلي الخام وفي التنميه اسهام كبير جدا، فانا هذه مناسبه باش نحيي ونعيدوا الاعتبار للنساء اللي يمكن ما كتساعدش الظروف ديالهم باش يبرزوا دائما على المستوى الاعلامي ولا على مستوى الترافع. النساء في البوادي، في القرى، في الضيعات الفلاحيه، في المعامل، في المصانع، انا اتصور بان المرحله المقبله خصها تكون يعني يتوجه فيها الطرف وعن النساء إلى هذه الفئة من النساء اللي صوتهم ماشي مسموع. وكأخواتها على المستوى الدولي كتحتفل المرأة المغربية بهذا اليوم العالمي، لكن على طريقتها المغربية في التعبير عن قضاياها ومشاغلها الوطنية. لازم وليداتي كيجيبوا لي دي كادو، راجلي حتى هو بناتي كيحتفلوا باليوم العالمي للمراه، كيجيبوا لي دي كادو غوز ولا شي بارفان ولا شي حاجه. انا في المدرسه وتنحتفلوا به القلوبه وتيجي يفرقوا علينا الورد. صورة المرأة المغربية في السينما قالت عليها الممثلة المغربية نعيمة إلياس أنها تقدمت بزاف، نسمعوا لها وراجعين لكم. المرأة يعني في جميع الميادين كاين واحد الحضور مهم ديال المرأة المغربية. الميدان الفني الحمد لله الآن أصبحنا كنشوفوا مخرجات منتجات، يعني اللي كان قبل كان محتكرينهم الرجال هاد المناصب، وهذا يعني هذا كيفرح هاد
هاد القضيه كتفرحنا لان ممثلات ما غاديش نهضر على الممثلات لان كاين عندنا رائدات ممثلات كبار اللي منهم اللي توفى والله يرحمهم ومنهم اللي باقي الله يطول عمرهم والمسيره غاديه ونتمنوا اننا نزيدوا نعطيو كل ما عندنا ان شاء الله. مجموعه من المكاسب تحققت المراه المغربيه في العقود الاخيره وفي مجالات متعدده. هذه المكاسب كانت لعهد قريب عباره عن مطالب نهضت الحركه النسائيه من اجلها، مستعمله مختلف الوسائل من اجل تحقيقها. وكيبقى لوي ماركس محطه سنويه كتقدم خلالها حصيله العمل النسائي عبر العالم ومدى تقدمها في تحقيق مكاسب جديده لفائده هاد النساء، وكيتم التعاطي مع هذه المناسبه حسب الظروف السياسيه اللي كتحكم البلاد المحتفيه بهذه المناسبه. إلا أن غالبية الاحتفالات النسائية بهذه المناسبة على الصعيد الدولي كتتم على شكل احتجاجات نسائية حول أوضاعهم السياسية والحقوقية والاجتماعية وغيرها. تحية تقدير وحب وإجلال جميع نساء المغرب في هذا النهار الجميل، وكنتمنوا لكم تكون أيامكم كلها زوينة. بهذا مشاهدينا كنختموا معكم خبر اليوم، كنشكروا لكم طيب المتابعة في أمان الله.